تعطيني السؤال سلمك الله. كنا تحدثنا عن صلاة الجمعة والأذانين، الأذان الأول والثاني، وأيضا عن الترديد مع الأذانين. فالأذان الثاني لصلاة الجمعة وهو الأذان الأول سنه عثمان واتفق عليه الصحابة معه، فصارت سنة في عمل المسلمين من زمن عثمان إلى هذا الزمان وإلى أن يرث الله الأرض. فهذه سنة من خلفاء الراشدين وهي ثابتة بالعمل بها بمنطوق النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في جواب سؤاله الثاني، نعم يشرع أن يردد السامع للمؤذن أذانه، سواء الأذان الأول يوم الجمعة أو الأذان الأول في صلاة الفجر، وكذلك الأذان الثاني يوم الجمعة والأذان الثاني صلاة الفجر. بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فهذا لفظ عام يرتب له إن شاء الله الوعد الكريم الذي جاء في متابعته، والله أعلم.